الخير مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان، كل ما يخص الألعاب الرياضية المختلفة من داخل كل الصالات ومن جميع الملاعب العالمية والأفريقية وأكيد العربية. كمان أخبارنا المحلية والاستعدادات للموسم الجديد في جميع الرياضات ومشاركات منتخباتنا الوطنية في كل الألعاب وفي كل مكان. ضيوف حلقتي النهاردة هيكون معايا أبطال التايكوندو حبيبة وائل لاعبة منتخب ناشئي تايكوندو اللي حققت ذهبية بطولة بيروت المفتوحة تحت 40 كيلو جرام وذهبية بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكوندو 2020 برونزية كمان بطولة العالم للناشئين في بلغاريا 2022 لوزن تحت 47 كيلو جرام. كمان هيكون ضيفي النهارده يوسف الشرقاوي صاحب برونزية بطولة العالم للشباب 2022 في بلغاريا لوزن 78 كيلو جرام، ودي أول بطولة لمصر في بطولات العالم للشباب من 14 سنة من آخر ميدالية اتحققت في 2008، وصاحب فضية بطولة الفجيرة عام 2019. وكمان هيكون معانا محمد أحمد لاعب منتخب شباب التايكوندو صاحب فضية بطولة العالم وزن فوق 65 كيلو جرام، وأكيد هيكون حوار مهم ومطول معاهم في فقرتنا الحوارية عن التايكوندو المصري وطموحاتهم، خصوصا أن مشاركة مصر في الأولمبياد وتحقيق ميداليات بقت مرتبطة عندنا بالتايكوندو، بننتظر منهم أكيد كتير. هيكون النهاردة حوار من القلب مع أبطال مصر في التايكوندو فقرتنا الحوارية بإذن الله. عايزة ابتدي حلقتي النهاردة بالله على شبابك يا مصر، لأن ده التعبير المختصر عن الحالة الجميلة اللي بنعيشها في الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب شبابنا وشاباتنا ولاد مصر المتألقين في القارة الأفريقية، وبيكتبوا تاريخ جديد ليهم للرياضة المصرية، وبنفرض سيطرتنا على الرياضة الأفريقية في مرحلة الشباب والناشئين سواء الرجال أو الأنسات. نشوف نتائج مميزة جداً في العام الحالي 2022، اللي متابع معانا ملاعب الأبطال هيلاقينا دايماً بنتكلم عن أبطالنا وبنقول حققوا إيه اللي ممكن نقول عليه عام شباب الرياضة المصرية. الحقيقة النتائج اللي بتتحقق لحد دلوقتي عظيمة، وبتقول إن مصر عندها جيل كبير وجيل عظيم من الناشئين والشباب، لو حافظنا عليهم هيكون لينا نصيب نكتب تاريخ جديد في الرياضة الأفريقية والعالمية لسنين كتير جاية قدام. لو بصينا بنظرة سريعة كده إيه البطولات والإنجازات اللي حققها شبابنا في 2022 لحد دلوقتي، خليني مثلا أبتدي مع حضراتكم بكرة اليد. منتخب الناشئات مواليد 2004 لكرة اليد حقق لقب بطولة أفريقيا اللي أقيمت في غينيا، وحققوا المركز السابع في بطولة العالم في إنجاز تاريخي ليهم. منتخب الشابات مواليد 2002 لكرة اليد حقق المركز الثاني في بطولة أفريقيا بغينيا. طب لو هنتكلم عن السلة، منتخب كرة السلة الشباب تحت 18 سنة حقق بطولة أفريقيا اللي أقيمت في مدغشقر، ومنتخب الشابات لكرة السلة تحت 18 سنة حقق المركز الثاني لبطولة أفريقيا أيضا اللي أقيمت في مدغشقر. في الألعاب الفردية حدث ولا حرج، منتخب الجودو حقق المركز الأول لبطولة أفريقيا للشباب في كينيا، منتخب المصارعة حقق المركز الأول في بطولة أفريقيا للناشئين في المغرب، منتخب السلاح حقق المركز الأول لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات في نيجيريا، منتخب السلاح حقق المركز الأول لبطولة أفريقيا للشباب والشابات في غانا. تنس الطاولة حالة بتعملها هانا جودة
اتحقق المركز الأول لبطولة أفريقيا للكبار والناشئين في نيجيريا، واتكلمت معاكم كتير عن هنا. هنا عندها 14 سنة، انتوا متخيلين مستقبل الطاولة المصرية أو تنس الطاولة المصرية هيبقى عامل ازاي ما يكون عندنا أكتر من اسم زي هنا جودة؟ منتخب التايكوندو كمان حقق المركز الثاني في بطولة أفريقيا للناشئين في رواندا، منتخب السباحة حقق المركز الأول في البطولة العربية للشباب اللي كانت في الجزائر، منتخب ألعاب القوة حقق المركز الأول في البطولة العربية للشباب في تونس، ومنتخب السلاح حقق في سلاح سيف المبارزة المركز الأول لبطولة العالم اللي أقيمت في الإمارات. رفع الأثقال أو أوناش مصر حققوا المركز الثاني في بطولة العالم للشباب في المكسيك، والخماسي الحديث، أول ما نقول الخماسي الحديث على طول يعني يجي لذهننا كده محمد الجندي، حقق فضية بطولة العالم للخماسي، ومحمد كمان لسه سن صغير جدا ومستقبل كبير في الخماسي الحديث بخلاف طبعا الأولمبيات أو فضية الأولمبيات اللي حققها وكتب تاريخ جديد لمصر في الأولمبيات. أخيرا امبارح منتخب الشباب للكرة الطايرة تحت 21 عام بيحقق لقب بطولة أفريقيا في تونس على حساب منتخب تونس في أرضه وفي وسط جمهوره. مصر دايما ليها الرياضة في أفريقيا والوطن العربي، لكن في فترة كده النتائج تراجعت فيها مؤخرا في طفرة كبيرة، وفي شباب وشابات على مستوى عالي جدا في الطريق لمنتخبات أولى هتكون على أعلى مستوى. اللي متابع من دلوقتي هيقرأ اللي جاي بعدين، اللي هيشوف بعدين النتائج هيتفاجئ لو ما كانش متابع. لو بصينا في أبطال تانيين في ألعاب تانية وخصوصا الشباب اللي شاركوا في دورة ألعاب البحر المتوسط اللي هي بطولة الكبار، يعني بطولة بتبقى للكبار شارك فيها شباب من عندنا حققوا ميداليات، ولكن احنا بنرصد لحضراتكم بطولات وإنجازات ونتائج الشباب في بطولات العام الحالي. يعني لو اتكلمنا على الكام سنة اللي فاتوا، لأ في إنجازات كبيرة جدا واللي بتأكد أن مصر بتسيطر على عرش القارة الأفريقية وعندنا نتائج كبيرة على مستوى العالم. الحقيقة مش لاقية كلام يوصف حالة الفرحة والسعادة لما قعدنا كده أنا وفريق الإعداد بالأرقام وبالإحصائيات وبنشوف أبطالنا حققوا إيه، وإحنا في شهر أغسطس أو خلاص يعني لسه كمان عندنا 4 شهور على نهاية العام، والإنجازات الكتيرة اللي حققها أبطالنا والنتائج اللي بيحققها شبابنا اللي بيمثلوا يعني 21% من السكان، من سكان مصر. آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال إن عدد الشباب في مصر وصل تقريباً ل 21 مليون و 600 ألف شاب وفتاة، يعني تقريباً بنتكلم عن ربع عدد سكان مصر، ونسبة عمل الشباب في مصر بالأرقام بتمثل 40% من نسبة العمالة المصرية. الأرقام دي مع النتائج اللي بتتحقق بتقول إن الدولة المصرية عارفة هي رايحة فين، وإن القيادة السياسية مركزة على الشباب وبتجهزهم للمستقبل كويس قوي في كل المجالات، وإن المستقبل إن شاء الله بإذنك يا رب هيكون بخير ومشرق وهيدينا أمل في اللي جاي. إحنا دولة كبيرة قوي بولادها وبشبابها وبإنجازاتها وبالطريق اللي احنا ماشيين، وممكن يبقى فيه صعوبات كتير بنواجهها ولكن بنعدي وبنكمل. في الرياضة في اتحادات كتير ومنتخبات كتير بتدي فرصة للشباب في الفترة اللي جاية وبتعتمد عليهم من خلال عملية الإحلال والتجديد للمنتخبات، وشفنا أكتر من منتخب بيعمل كده الفترة دي، وأبرز يعني المنتخبات دي أو أبرز الاتحادات دي اتحاد كرة الطايرة اللي عنده منتخب رابع العالم للشباب 2019، والنهاردة عنده منتخب بطل أفريقيا للشباب تحت 21 سنة بيحقق لقب مهم وغالي وصعب من تونس اللي هي يعني متميزة جدا في الهاندبول ومتميزة في الفولي بول وفي الألعاب الجماعية. هم بيشتغلوا بشكل كويس جدا في تونس في ملعبها وسط جماهيرها، إنجاز كبير يستحق توجيه الشكر لكل منظومة الكرة الطايرة في مصر وكل اللي شغالين في هدوء. الناس شغالة ما بنسمعش عنهم حاجة، شغالين بهدوء باحتراف
منذ تولي مهمة الاتحاد، وده كان في وقت مش بعيد، وقت قصير جدا، إعادة استقرار للاتحاد اللي عانى من مشاكل كتير في السنين اللي فاتت. وكنا زعلانين، وكنا بنقول الكرة الطايرة بعيدة ليه وفين. طبعا كانت في حالة من عدم الاستقرار كانت بتصب في النتائج بشكل مباشر. شفنا الموسم اللي فات قوة في المنافسة على المستوى المحلي ما شفناهاش من سنين، شفنا أكتر من فريق بينافس، شفنا لجنة المسابقات حاطة جدول من أول المنافسة لغاية آخر يوم في البطولة، شفنا حاجات كتير، مؤشرات من جوه السطور بتقول إن الناس دي بتشتغل. بدأنا نحصده مش على المستوى المحلي بس، على مستوى أفريقيا كمان، وإن شاء الله إن شاء الله اللي جاي هيكون أفضل في كل الألعاب. وزي ما قلت لحضراتكم في الكرة الطايرة اللي محققين إنجاز مؤخرا، خلينا نقرب أكتر ونعرف تفاصيل أكتر من معانا على التليفون الأستاذ عمرو مخلوف أمين الصندوق طبعا الاتحاد المصري للكرة الطايرة. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ عمرو. مساء الخير عليك يا أميرة وعلى كل المتابعين. أنا برحب بحضرتك وأكيد ببارك لك طبعا في البداية فوز منتخب الشباب ببطولة أفريقيا، كلنا سعداء بالإنجاز ده، وطمنا على المنتخب وهيرجع امتى باذن الله؟ باذن الله المنتخب هيوصل 2:30 مساء فجر الاربعاء، يعني هم ساعات هيبقوا في المطار ان شاء الله ليستقلوا الرحله الى القاهره. طبيعي جدا، احنا اميره اول ما استلمنا المهمه في نهايه شهر نوفمبر الماضي كان عندنا خطين شغالين عليهم، خط اعاده المسابقات المحليه للوضع السليم اللي يقدر يفرز لي لعيبه دوليه على مستوى جيد جدا، بالإضافة إن إحنا قلنا لازم نشتغل من تحت. الفترة اللي فاتت، السنوات الطويلة اللي فاتت، ما كانش في استقرار في مجالس إدارة الاتحادات اللي توالت على اتحاد الكرة الطايرة، بالتالي زي ما أنت قلتي ووضحتي أثر بشكل سلبي على نتائج الفرق القومية. كان عندنا رؤية إن لازم نشتغل على مستوى المنتخبات، الخطين، خط التحول، وقف المنتخب الأول على حين ثالث كده عشان يقدر يتواجد في المنافسات الإفريقية بشكل جيد، وفي نفس الوقت انت على مستوى المنتخب الاول بتحاولي تعيدي تواجد العناصر الشابه في الفريق بمزيد من الاستقرار الفني والاداء الجيد لسنوات طويله. وقت مش كبير، يعني وقت مش كبير تواليكم المهمه، ولكن قدرتوا ان انتوا تعيدوا المنتخبات تاني على التراك ونشوف المنتخبات بتنافس مره تانيه. هل كنت متوقع الاداء ده من اللعيبه في ظل استعدادهم اكيد القوي للبطوله وان هم يحققوا اللقب وكمان طوال المشوار الطويل ده؟ يعني هم تقريبا خسروا شوطين بس، واحد في النهائي واحد في قبل النهائي، في نتيجه ولا اروع كانت مفاجاه لينا كلنا كشعب مصري. بالظبط، احنا كنا يعني كان التارجت اللي احنا شغالين عليه ان احنا نعيد البناء من تحت. جبنا خبير برازيلي كبير جدا مستر بيرسي، له تاريخ حافل جدا مع كثير من المنتخبات الاجنبيه في قطاع الناشئين، كسب حوالي 4 بطولات عالم قبل كده، فهو تخصص. احنا اشتغلنا على برنامج اعداد للفرقه دي من نهايه شهر 5 الماضي، قدرنا نوفر بعض المباريات الدوليه اللي بعض المنتخبات العربيه اللي جت تعمل معسكرات في مصر. كنا هنسافر الفرقه دي المفروض في معسكر اوروبي، لكن زنقت البطوله وزنقت الوقت حالت دون المشاركه في هذا المعسكر، لكن كان عندنا ثقه في اللعيبه انهم على الاقل يقدروا يوصلوا للمباراه النهائيه ويتاهلوا لبطوله العالم. نفس الوقت برضه احنا كنا شغالين على العناصر المتميزه في الفرقه دي زي زياد اسامه لعيب مركز 2 واقوى ضارب في البطوله. اللعيب ده احنا ضمناه للمنتخب الاول قبل العاب بحر المتوسط، سافر مع الفرقه، شارك في بعض النقاط، كان الهدف ان هو يبتدي يشوف المعترك الدولي شكله ايه، يبتدي ما يبقاش عنده خوف او قلق، ان هو يبقى زي ما بيقولوا كده الفارس بتاع الفرقه او اللعيب اللي يقدر يحسب النقاط المهمه ويحسبها. دون شك يا اميره انت عارفه دايما في الكره الطايره زيها زي الهاندبول المنافسه دايما معتومه، وانت لما بتقدري تبتدي بقطاع الناشئين ان اللعيب من الناحيه النفسيه بعد الناحيه الفنيه يبقى عارف ان هو لما لاعب تونس في اي وقت يقدر يكسبها، كان ده الهدف اللي احنا اشتغلنا عليه. ولما قعدنا مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بعد تولي المهمه، احنا قلنا له ان المنتخب الاول هيستعيد بريقه في 2023 في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله، لكن احنا بنبني من تحت
لغايه سنتين ثلاثه لما يحصل تواصل اجيال نقدر نقول ان احنا في 2025 باذن الله اذا ربنا كرم وكملت خطه العمل على خير ان شاء الله ان نستعيد رياده الكره الافريقيه على مستوى الرجال وعلى مستوى الانسات بالصوره اللي ترضينا. وانا بحب اطمنك يا اميره من دلوقتي احنا عندنا 3 منتخبات تانيين، الشابات والناشئات بالاضافه للناشئين، عندهم 3 بطولات في الاسبوعين الجايين هيتلعبوا في المغرب وتونس ونيجيريا. باذن الله باذن الله ان شاء الله 3 ألقاب هيكونوا من نصيب مصر ان شاء الله. اجيال واعده جدا وبيشتغلوا بخطه عمل واضحه جدا، وفرنا احتكاك لبعضهم بشكل جيد جدا. محتاجين بس شويه صبر وشويه هدوء عشان نقدر ندي الثقه للعيبه دي ونقدر نعمل عمليه الاحلال والتجديد والبناء من تحت واعاده بريق المنتخب الاول بشكل سريع، لان احنا محتاجين ان احنا المنتخب الاول يتواجد باذن الله في الالعاب الاولمبيه في باريس ان شاء الله المره الجايه، يبقى رايح وهو بطل افريقيا باذن الله في كاس الامم 2023. محتاجين ان احنا ال4 منتخبات بتوعنا بتوع الشباب والناشئات والشابات والناشئين يبقوا متواجدين في بطوله العالم ويعيدوا تواجد مؤثر للكره الطايره المصريه في بطوله العالم زي ما خدنا رابع العالم في الناشئين. عندنا امل الشباب ان شاء الله يخشوا من 6 فرق الاوائل في بطوله العالم اللي جايه باذن الله. برضو منتخب الناشئين اللي راح عمل معسكر في البحرين والاتحاد اتهاجم جدا ان ازاي تعمل معسكر في البحرين رغم ان الفرقه دي راح تلعب مع منتخبات شباب مش منتخبات ناشئين. لعبت مع منتخب البحرين للشباب، لعبت مع منتخب اليابان للشباب، لعبت مع منتخب ايران بطل العالم وبطل اسيا للشباب، لعبت مع منتخب قطر. مدارس مختلفه مختلفه لان ده احتكاك قوي. واحنا بعلاقتنا من خلال المهندس ياسر القمر رئيس الاتحاد مع رئيس الاتحاد العربي مع الاتحاد البحريني قدرنا نوفر هذه النشاط. الفرقه الحمد لله واقفه على حيلها، المفروض ان هي خلال اسبوع هتسافر المغرب تلعب بطوله الامم الافريقيه. نفس الامر بالنسبه للشابات والناشئات بيحتكوا احتكاك جيد جدا، معسكر مستمر بقاله حوالي 3 أشهر مع الخبير البرازيلي ماركو. ان شاء الله الناشئات يروحوا يجيبوا اللقب في نيجيريا وباذن الله برضو الشابات ان شاء الله يجيبوا اللقب في تونس في البطوله اللي هتلعب في 25 ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طيب انا عايزه اطمن كمان على المنتخب الاول استعداداته لبطوله العالم. المنتخب الاول احنا عشان ضيق الوقت بعد العاب بحر المتوسط تم تجديد الثقه في الكابتن حسن القصري. المنتخب سافر من حوالي اسبوع لسلوفينيا عشان معسكر مغلق. لعب 4 مباريات، لعب مع منتخب سلوفينيا الثاني كسبوا 3-0، لعب مع منتخب سلوفينيا الاول كسب 3-0، لعب مع منتخب تركيا احد الفرق الصاعده بشكل قوي جدا على مستوى الكره الطايره الاوروبيه كسبوا 3-1، لعب مع الكاميرون كسب برضه. فاعتقد ان الشكل ماشي كويس الى حد ما، والاحلال والتجديد لازم يبقى محسوب لان انت بتحافظي على اسم وسمعه الكره الطايره المصريه. فانا مش هعمل احلال وتجديد وغير دم الفريق في وقت قصير عشان ما يبقاش في هزه في الاداء وهزه في المستوى. احنا عارفين مش هنعمل حاجه لكن لابد ان انت تكون ادائك قوي وادائك يتناسب مع اسم مصر في الكره الطايره. طيب استاذ عمرو، يعني نتائج الشباب دي بتدينا امل وطموحات اننا نطمع في نتائج اكتر في المستقبل. حضرتك وانت بتتكلم عن الابطال اللي هيشاركوا الاسبوع اللي جاي في بارقه امل كده، يعني ادتني او طمنتني ان شاء الله انها هتكون في القاب من نصيبنا. نتائج كل الابطال كنت بدات في بدايه الحلقه وكنت بستعرض كده حتى الان في 2022 ابطال في كل الالعاب، فخليني اخد رايك يعني ايه المطلوب عشان نحافظ على النتائج دي ونطورها باذن الله في المستقبل ونشتغل على اجيال وتكون نواه للصف الاول او للمنتخب الاول نحافظ عليه لسنين كتير جايه وهي لسه اعمار صغيره. اهم حاجه في الـ في الـ في الشغل ان انت يبقى عندك خطه طويله الاجل وعندك نظام ودولاب عمل ثابت ما فيهوش تغييرات كتيره، بالاضافه لمساعده الدوله لينا او الاتحادات اللي هي ما عندهاش مصادر دعم وتمويل كبيره. لان انت يعني على سبيل المثال منتخب الشباب هو صعد لبطوله العالم، انت محتاجه قبل ما تروح بطوله العالم على الاقل احتكاكات طبعا محتاجه تلعبي لك 20 ماتش قوي جدا، فمحتاج على الاقل من 4 لـ5 معسكرات خارجيه. المعسكر دلوقتي اميره بيخسروا حوالي 600,000 جنيه، فبتتكلم ان كل فرقه عشان تعمل لها برنامج اعداد محترم سواء داخلي او خارجي بتتكلمي في مينيمم 5-6 مليون. ف5 6 مليون 6 منتخبات عندك في الكره الطايره، فانت بتتكلمي في 30 مليون 30 مليون انت عشان تبقي جاهزه للمعترقات الدوليه ويبقى شكلك مشرف وقريبه من المناصب او المراكز المحترمه في بطولات العالم. اذا استمر هذا الدعم الفني والدعم التمويلي لهذه المنتخبات 3 4 5 6 سنين جايين
اعتقد ان انت هيجي عليك وقت هيبقى عندك كتيبه من اللعيبه تقدري بيهم، يبقى عندك طموح ان انت تخش في مربع ذهبي في بطولات العالم على مستوى الرجال او الانساب. ده مهم جدا يا اميره، لان الرياضه هي فلوس، هي مش هنقول عزيمه فقط، لا انت المفروض انك تحتكي، لما بتحتكي بتكتسب خبره. احنا لما شفنا السيزون اللي فات في المسابقات المحليه وتواجد اللعيبه البرازيليين والكوبيين اللي موجودين مع الاهلي والزمالك في بطوله الدوري، لمسنا ان اللعيبه بتاعتنا اللي بتلعب معاهم في انديتهم ابتدوا ياخدوا منهم خبرات. ما بالك بقى لما اللعيبه دي تلعب مع مدارس مختلفه، هتقدر توصل للمستوى الدولي اللي احنا عايزينه. ودون شك احنا في الاتحاد، لما كنت متواجد في الاتحاد كعضو مجلس اداره في فتره من 2000 ل 2008، لما ابتدينا نبني في الجيل اللي قاده عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، قدرنا نكون على رياده الكره الطايره الافريقيه ونوصل للمركز الثامن على مستوى العالم. من ان الجيل ده لما لعب بطوله العالم في مصر وخد مركز رابع في مصر للناشئين، الفرقه دي كانت لعبه 45 مباراه دوليه مع مختلف المدارس قبل بطوله العالم. الاحتكاك مهم، والاحتكاك عايز فلوس، فالدعم مهم. وده مش معناه ان الاتحاد ساكت، احنا اوريدي فاتحين قنوات اتصالات كثيره جدا مع كثير من الرعاه، واملنا ان النتائج والتواجد المؤثر في بطولات العالم يشجع الرعاه ان يتواجدوا معانا. جميل. في لعبه زي كره الطايره. حلو ان الاتحاد كان بيشتغل على الموارد، يعني ان هو بيحاول يشوف ليك موارد او دخل بجانب طبعا الدعم اللي بيجي. اكيد الدعم مش هيبقى كافي على كل الاحتكاكات اللي حضرتك طبيعي بتقولها. طبيعي دي طبيعي، انا مش هحط ايدي على خدي وهستنى الدوله تعمل لي كل حاجه، مش هينفع. بس لازم ان احنا نساعد بعض ونزق عشان العجله تدور ونقدر نحقق التارجت اللي احنا عايزينه. كل ما انت هتعلي في المستوى وكل ما هتتواجدي بشكل مؤثر سواء بطل افريقيا او مركز متقدم في بطوله العالم، كل ما هتبقى العين عليكي وكل ما هيبقى الرعاه عندهم رغبه ان يتواجدوا معاكي. اكيد. فده اللي احنا شغالين عليه. استاذ عمرو مخلوف، امين صندوق اتحاد الكره الطايره، انا بشكر حضرتك واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الفتره القادمه، وان شاء الله الاسبوع الجاي في ظل طبعا مشاركه ناشئين وناشئات الكره الطايره عندهم بطولات زي ما حضرتك قلت، ان شاء الله نشوف يعني هو انت وعدتنا بالالقاب، ان شاء الله نشوف مشاركه قويه لمنتخبنا ويبقى قادر باذن الله على حصد العديد من الالقاب. وكل التوفيق لكل الرياضات اللي اتكلمت مع حضراتكم اكيد في بدايه حلقتنا، ومصر دوله كبيره بشبابها وبناتها. سؤال حلقتنا النهارده، وجه كلمه او رساله لاعبي منتخب مصر لشباب الكره الطايره بعد الفوز ببطوله افريقيا. خلينا نشوف متابعينا بعتوا لنا ايه النهارده. في علاء مسعد، شكرا ليكم، كنتم على قد المسؤوليه ودايما مصر ولاده في جميع البطولات، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في القادم، بنحبكم. في محمد الشناوي، والله العظيم رجاله فرحونا، فرحتونا يا ابطال. رضا ابراهيم، رجاله ابطال طبعا، قدموا اللي عليهم والحمد لله الفوز ببطوله افريقيا، وان شاء الله القادم افضل ومزيد من البطولات. محمد تهامي، ألف مليون مبروك، يستاهلوا الشكر على ما قدموه، أبطال مصر بخير. محمد الخطابي، أكيد بنبارك لهم مرة تانية أبطال ورجالة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله. كل يوم بيكون معانا أسطورة رياضية كتبت تاريخ كبير في المشاركة الرياضية والبطولات الدولية. أسطورتنا النهاردة الفرنسي توني ستانجوت، لاعب الكانوي والكاياك، والحاصل على 3 ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية. وبعد التألق في مسيرته الرياضية بيتألق أيضا في المجال الإداري، وبيتم انتخابه عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، وهو حاليا رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة اللي هتكون في باريس 2024. خلينا نتعرف أكتر على أسطورتنا النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى حلقتنا.
اخبار كتير معانا النهارده في حلقتنا، ولكن خليني اقول لحضراتكم ايه ابرز عناوين الاخبار. منتخب كرة السلة يكتفي بودية السنغال قبل خوض تصفيات كأس العالم. منتخب شباب الكرة الطائرة يصل القاهرة فجر الأربعاء بعد الفوز ببطولة أفريقيا. منتخب الكرة الطائرة يختتم معسكر الاستعداد لبطولة العالم بالفوز على تركيا. منتخب الشباب لكرة اليد جاهز لمباراة الصدارة أمام الجزائر في بطولة أفريقيا. مايار شريف تشارك في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. رابطة المحترفين للإسكواش تعلن عن 13 بطولة للموسم الجديد. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إصابة ممتازة في النهاية. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. نبتدي أخبارنا من التنس. مايار شريف نجمة التنس المصرية والمصنفة رقم 61 على العالم هتشارك في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اللي هتنطلق يوم 29 أغسطس الجاري. هتشارك فيها من الدور الرئيسي لأن أدوار التصفيات بدأت من أمس. مايار شريف كانت ودعت بطولة كليفلاند الأمريكية للتنس من الدور الأول دور الاثنين وثلاثين بعد الخسارة من الإيطالية مارتينا تريفيزان المصنفة رقم 27 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. كل التوفيق لميار في بطولة أمريكا المفتوحة إن شاء الله. الفترة الحالية كان في مسابقات محلية وبطولات للتنسي مصر، بطولة الجمهورية اللي أقيمت في نادي جزيرة الورد بالدقهلية، كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في البطولة. خلينا نشوف تقرير نرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. التنظيم كان جيد جدا، احتضن نادي جزيرة الورد البطولة والحمد لله حققنا فيها نجاح هايل في التنظيم وكل المستويات، ومجلس إدارة اتحاد التنس الكابتن إسماعيل الشافعي وكل الموجودين الفرق الحمد لله والشكر لله حققنا تنظيم جيد جدا كعادتنا. طبعا الحمد لله احنا في التنس بننظم بطولات بقالنا كتير سواء دولية أو غير دولية. طبعا الحمد لله وشكر الله النادي طبعا في الفترة اللي فاتت ديت النشاط الرياضي بسم الله ما شاء الله حاجة. عندنا 6 فرق في دوري ممتاز وعندنا تمثيل مشرف في كل الألعاب. والله احنا الهدف الأساسي بتاعنا ان احنا اللعيبة بتاعتنا عشان تسافر الخارج بتتكلف فلوس كتير جدا، فاحنا عملنا ايه، فكرنا نعمل ايه، ان احنا نجيب البطولات بتاعت الخارج نجيبها مصر هنا. فبالتالي عملنا جدول 16 بطولة دولية للناشئين وقلنا مش عايزينها بس في القاهرة لكن احنا عايزينها في القاهرة والأقاليم. منصورة كانت من الأولويات اللي احنا فكرنا فيها على أساس ان كان دايما المنصورة بتعمل بطولات دولية من زمان، فاحنا حبينا ان احنا نرجع التعاون بين الاتحاد وبين المنطقة هنا في المنصورة وما بين نادي جزيرة الورد ونرجع نقيم هذه البطولة. والبطولة دي نجحت نجاح تنظيمي وفني. تنظيمي الصراحة نادي جزيرة الورد عمل كل الواجبات اللي المفروض يعملها، واللعيبة بتاعتنا النهاردة وصلت للنهائيات في فردي الأولاد وفردي البنات، فالحمد لله النتيجة نتيجة جميلة ونتيجة مبهرة وإن شاء الله كده في الاستمرار. الحقيقة دي حاجة من الحاجات اللي بتسعدنا جدا جدا، وصول لعيبة مصريين
الى النهائيات. الحقيقه دي حاجه مشرفه ومشرفه للعبه التنس الارضي زي ما سيادتك شايف النهارده بحضور الكابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد ومستر فرانك والجميع الساده الضيوف اللي جايين من الاتحاد المصري للتنس. بنشوف مستوى كويس جدا جدا ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع بقى لان هو النهائي مصري مصري ان شاء الله. بطوله قيمه، هي بطوله من المستوى الثالث، وجود النهارده قامه وقيمه كبيره في عالم التنس الارضي زي الكابتن اسماعيل الشافعي في حضوره في نادي جزيره الورد النهارده بيدي انطباع كبير ان البطوله ديت بطوله قويه جدا، بيمثلها او متواجد فيها 25 دوله، بيمثلها اكثر من 200 لاعب، ودي بطوله من المستوى الثالث. نادي جزيره الورد عودنا ان هو يحتضن جميع المحافل الدوليه وهو قادر على التنظيم، طبعا بفضل وجود مجلس اداره واعي وفاهم وقوي، بفضل وجود دينامو زي الاستاذ ابراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيره الورد وجميع العاملين اللي بيكونوا في ظهر مجلس الاداره في البطولات اللي بينظمها او بتنظمها نادي جزيره الورد. اشكر كل اللي ساعدوني في البطوله ما بين الاتحاد والمجهودات اللي جات لنا بكل الانواع. بشكر الفريق بتاعي كامل، وطبعا النهارده ما توفقناش، بس اكيد دي بدايه ورجوع للنور بعد ما كنا في الضلمه شويه حلوين. اكيد اللي جاي احسن وان شاء الله اللي جاي احسن. ما توقعتش قوي ان انا ممكن اخد البطوله لان انا كنت لسه خسران الاسبوع اللي فات في نفس البطوله، يعني في نفس البطوله بس في السماش خسرت في الكوارتر، بس كنت اتمنى طبعا اني اخد البطوله، والحمد لله اللي خسرت منه عرفت اكسبه في البطوله دي برده في الكوارتر، وعرفت اقفل الماتشات كويس قوي، والحمد لله يعني عرفت اقفل الماتشات يعني وكسبت. شكل المنافسه عامله ازاي في البطوله دي، خاصه وان في عدد كبير من الاجانب شاركوا في هذه البطوله؟ البطوله طبعا صعبه جدا وما فيهاش اي ماتش سهل ولا فيرست راوند زي الفاينل، كله زي بعضه. البطوله بس بتفرق على حاجات بسيطه جدا، واللي بيعرف بس يقفل الماتش كويس ويمسك في الماتش كويس هو اللي بيعرف يكسب يعني. طبعا هو حدث قوي جدا ان يبقى نهائي مصري، ده حاجه قويه جدا ما حصلتش من زمان قوي. دي رقم واحد. رقم اتنين، نور واحمد ياسر الاثنين لعيبه اقوياء جدا وعكسوا في لعبهم تطوير التنس المصري في الفترة الأخيرة. التنس بيمر بمرحلة تطور عالي قوي بانت في مستوى أحمد ومستوى نور، ده باين قوي في الماتش. الجيم كان كلوز قوي، فيري كريتيكال، أدى في الآخر إن الفاينل طلع بالمنظر ده. ربنا يوفقهم ويفضلوا مستمرين، وهم أمل منتخب مصر الفترة اللي جاية إن شاء الله. البطولة كانت كويسة جدا والماتشات كلها كانت صعبة، ما كانش في ماتش سهل طبعا، ويعني الحمد لله رب العالمين كسبت البطولة وعملت ماتشات كويسة قوي. المنافسة كانت صعبة وكان ما فيش ماتش كان سهل، ويعني الماتشات كلها كانت كويسة قوي. البطولة المحلية للتنس اللي أقيمت في جزيرة الورد أو نادي جزيرة الورد بالأهلية كان فيها مستويات قوية جدا، مستويات فنية قوية جدا واعدة إن شاء الله تسير نحو العالمية على نفس خطى ميار شريف. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل فقرتنا الحوارية نستقبل ضيوفنا النهاردة اللي هيكونوا منورينا في ملاعب الأبطال، نجوم منتخب مصر للشباب للتايكوندو حبيبة وائل ويوسف الشرقاوي ومحمد أحمد أبطال مصر في التايكوندو، وطموحاتهم حوار من القلب بعد الفاصل. We'll be right back.
مرحب بكم مشاهدينا مرة تانية في فقرتنا الحوارية. زي ما قلت لحضراتكم في بداية حلقتنا ان احنا عندنا شباب وشابات واعدين في كل الألعاب. التايكوندو المصري ليه نصيب دايما من البطولات الكبيرة وعلى رأسها الأولمبياد. كان لينا نصيب من ميداليتين لهداية ملاك والسيف عيسى، 2 برونز في التايكوندو المصري. لسه في عندنا صف تاني وصف تالت ولسه في أجيال جاية. النهاردة ضيوفي واعدين للصف الأول بإذن الله لمنتخب الشباب والناشئات. خلينا نبتدي طبعا ليدز فيرست مع حبيبة وائل لاعبة منتخب الناشئات للتايكوندو. برحب بيكي حبيبة. نوراني. شكرا. كمان منورني النهاردة يوسف الشرقاوي لاعب منتخب الشباب للتايكوندو. ازيك يوسف؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام. كمان منورني النهاردة محمد احمد لاعب الناشئين لمنتخب مصر للتايكوندو. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. كله كويس؟ كويس الحمد لله. طيب خلينا نبتدي مع حبيبة عشان هي البنت الوحيدة اللي في الاستوديو النهاردة، يعني من أبطالنا الموجودين. حبيبة خلينا نبتدي معاكي واسألك عن التايكوندو. ليه التايكوندو تحديدا اخترتيه؟ يعني أوقات لعبة فايت شوية ممكن تبقى ولادي من فترة، ولكن دلوقتي احنا شايفين البنات بتنافس وبتنافس بقوة. ليه اخترتي التايكوندو؟ أنا كان ليا صاحبتي هي كانت بتتمرن تايكوندو قبل كده. أنا كنت بتمرن زمان جمباز. هي كانت معايا في فريق، ولما خلصنا جمباز هي راحت تايكوندو، وكل فريق بتاع الجمباز بتاعنا راح عشان يجرب اللعبة يعني ويشوف التايكوندو. عشان يشوف لو هو هتعجبه اللعبه هيحب يكمل فيها او كده. والحمد لله يعني عجبتني وكملت في التايكوندو. يعني اول ما جربت التايكوندو حبيتيه؟ مش قوي في الاول، ما كانش عاجبني قوي اللعبه. لما كملت فيها شويه عجبتني اللعبه وعجبتني فكره اللعبه الصراحه. ايه اللي ما كانش عاجبك فيها؟ ما كانش عاجبني برده فعلا فكره ان هي فايت بقى وخبط بقى وتعوير وكده. كنت خايفه من الالتحامات؟ كنت خايفه قوي. بس لا، اصل انت من الجمباز للتايكوندو فدي نقله ثانيه خالص. بالظبط. يعني كنت بتلعبي جمباز فني ولا ايه؟ فني. يعني منك للجهاز بقى ممكن تبقى اصابات حاجه، لكن ما فيش التحامات خالص. ما حدش بيخبط حد يعني. بس كان عندك كام سنه لما غيرت من جمباز التايكوندو؟ كان عندي 9 سنين. 9 سنين، سن صغير برضه. يعني صغيرة. دخلتي عالم التايكوندو في سن صغير قوي. طيب يوسف ليه تحديدا اخترت التايكوندو؟ وانا لما دخلت التايكوندو كان تقريبا عندي 6 سنين. اللي هو انا شفت اللعبه دي قلت خلاص هلعبها. بس ما فيش حد في اخواتك كان مثلا بيلعبها؟ حد من صحابك؟ لا لا، ما كنتش عارف حد لسه بيلعب تايكوندو. شفتها بالصدفه؟ بالصدفه، جربتها بالصدفه عجبتني. مع ان يعني ممكن نقول الجودو الكاراتيه ليها شعبيه اكتر، لكن غريبه ان انت يعني التايكوندو هو اللي شدك. ايه اللي شدك في التايكوندو؟ ما انا بالصدفه كده صغير شفت تويت تايكوندو. كانت من فتره، من كذا سنه بس، فهي عجبتني قلت خلاص هجرب. وقررت انك تلعبها؟ وبعدين حبيتها بقى؟ مش في الاول، مش قوي بعد كده، مع الوقت حبيتها برضه. طب ايه برضه يعني، هل الالتحامات وكده دي كانت في الاول بتضايقك ولا لا؟ ما كنتش بتحبي فيها؟ ايه، ما كانتش في حاجه معانا، كنت عادي. بس ما كنت حاسس ان انت مش يعني مش متحمس؟ في الاول. بس مع الوقت طبعا اندمجت فيها وعجبتني اكتر وكل حاجه. وانت يا محمد كانت بدايتك مع التايكوندو ازاي؟ الاول كنت بلعب كاراتيه، فغيرت قبل التايكوندو كنت بتلعب كاراتيه. فغيرت اللعبه قلت اجرب لعبه تانية. ليه بقى سبت الكاراتيه؟ بابا اللي خلاني. حسيتش نفسك فيها؟ يعني مش شداك يعني بتتمرن وانت مش حابب؟ فجربت التايكوندو في الاول، ما كانت يعني كانش في قبول للعبه. بعد كده مع فتره، بس انا كنت داخل وانا سن صغير، مثلا كان عندك كام سنه؟ 7 أو 8. فكنت صغير فكنت خايف كده، بس الحمد لله حبيتها اهو بقيت بطل فيها. طيب حبيبه قولي لي ايه اصعب حاجه في التايكوندو؟ يعني بالنسبه لك انت كبنت بتبقي شايفه، هل اصعب حاجه التمرينات وقت البطولات بتبقى قاسيه شويه؟ النظام الغذائي انتوا برضو بتلعبوا ميزان، فلازم تفضلوا محافظين على الميزان؟ ده اكيد حاجه بالنسبه لي صعبه قوي صراحه، حوار الاكل والدايت وكده. واكيد نفسك بتروح لحاجات كده. انت بتلعبي انت 47 كيلو يا حرام. كنت واخده بطوله وانت تحت 40 كيلو، فاكتشفت ان انت كان عندك كانت 39 كيلو. يعني ما بيبقى نفسك في حاجه نفسك تاكليها ولا لازم اعمل ابقى محافظه على ميزاني وكده؟ هو مش دايما بيبقى شوية. ان انا احافظ على ميزاني مش دايما بيبقى كده. هو ببدا احافظ على ميزاني واظبط ميزاني قبل البطوله بالظبط كده. لكن غير كده ببقى عادي يعني باكل اللي انا نفسي فيه. بس مش كله يعني، ممكن قرب البطوله ممكن تبقي مثلا زي ده كيلو كيلو ونص فتنزلي يعني بسهوله. بالظبط كده، مش هتزيد 10 كيلو يعني. لا. طيب يوسف لما بيبقى فيه يعني
بتتحول من ميزان لميزان، ده بيبقى قرار من اللاعب ولا قرار من المدرب؟ هو اللاعب ممكن يقول رايه، بس بقول له القرار في الاول وفي الاخر ده قرار المدرب، هو مدرب. اللي شايف الميزان ده مع طولك مع امكانياتك، الميزان ده هو اللي بتلعب فيه. وده اللي ممكن تلاقي نفسك فيه احسن. يعني ممكن ما يصعدكش لميزان اعلى لانه شايف ان هو شايف فيه اقوى، يخسسني العب في الميزان ده عشان احسن في الميزان ده. بس برضه لو شايف ان انا ما اقدرش اخس اكيد مش هيخسسني. كل مدرب بقى له الرؤيه الفنيه بتاعته. ادخل انت بقى وخد التجربه وهتعرف ان كان لازم تخس. طيب وانت يا محمد، يعني هل بيجي عليك اوقات مثلا تبقى داخل على بطوله لا الكابتن بيقول لك لازم هنظبط الميزان هنخلي بالنا، الموضوع ده بيقلقك شويه؟ انا ما جربتش احساس الميزان ده قبل كده. ما جربتوش على طول؟ ميزانك ثابت؟ لا انا بلعب هيفي. ايه؟ بلعب هيفي. تقيل. ما جربتوش كتير بس اكيد بيبقى في توتر وكده يعني. لو اللي بيلعب في الميزان بيبقى قلقان. لكن انت بالنسبه لك الامور تمام؟ تمام. بس انا عايز افهم يعني الهيفي ده بيبقى فيه رينج معين بتتحركوا فيه؟ لا ولا مفتوح عادي؟ ومثلا في الناشئين من فوق 65 لحد مفتوح. في الشباب من فوق 78. طب مش ممكن ده يشكل عليك صعوبه؟ يعني ممكن يبقى حد مثلا ولا كل ما انت بقيت في ميزانك مظبوط بتبقى حركتك اسرع، بتبقى يعني الفتنس عندك افضل؟ لا انا شايف يعني كل ما يبقى ميزانك اقل من اللي بتلعب معاه بتبقى انت اسرع، بتبقى عليه افضل صح؟ تحركاتك اكتر كده. بتحاول انت برضو دايما تفضل فرنج كويس بالنسبه للميزان الهيفي ده. طيب عايز اسالك عن اول مشاركه، يعني اول مشاركه افريقيه، اول مشاركه عالميه، يعني مشاركه ما كانتش محليه، شركة على مستوى عالمي. انا اول مشاركه دوليه ليا كانت في بطوله بيروت المفتوحه في 2019. 2000 دي اللي انت كنت بتلعبي فيها تحت 40؟ ايوه صح، تحت 40 كيلوغرام. حققت فيها يعني الحمد لله مركز اول، بس دي كانت اول مشاركه ليا خالص. كلميني عن اول مشاركه. دايما اول مشاركه دوليه بتبقى صعبه جدا، يعني انا ممكن على المستوى المحلي ابقى بطله ميزاني او محافظه وعارفه مين المنافسين بالنسبه لي، لكن اول مشاركه دوليه انا ما لعبتش، ما عنديش اكسبيرينس، ما اعرفش الناس اللي هلعب معاهم. كان بالنسبه لي توتر قوي، بالذات ان انا كنت ساعتها غيرت ميزاني، انا كنت بلعب قبلها 37 وطلعت لل 40. كسرت انت كده الميزان؟ غيرت، فكنت غيرت ميزاني، فكنت قلقانه طبعا ان انا غيرت الميزان، واول مره طبعا اطلع اشارك في بطوله بره مصر، بس الحمد لله يعني عرفت ان انا انافس مع الناس اللي بره. كنت شفتي ليهم يعني فيديوهات يعني؟ لا ما كنتش اتفرجت على حد، ما كنتش عارفه حد فيهم. لا خالص. كان يعني اقوى حد كان قريب منك في الجيم مين؟ كانت اول ماتش كان قريب جدا. كانت بطله منين؟ كانت من بيروت. بيروت. الماتش خلص فرق نقطتين ليا. دي كانت اقوى واحده انت نافستيها في البطوله. وفي بلدها بقى وفي وسط جمهورها يعني 2019 كان قبل كورونا كمان. طيب وانت يا يوسف اول مشاركه دوليه ليك كانت ايه؟ كانت في بطوله الفجيره 2019 برضو، كنت في ميزان 53 وبس. حققت فيها ايه؟ جبت فيها تاني الحمد لله. تاني. طيب قبل البطوله برضو هل انت كنت يعني متابع اللعيبه اللي انت ما كنتش عارفهم خالص؟ السن الصغير ده بيبقى حتى صعب كمان تشوف لهم فيديوهات. بالظبط، ما كنتش عارف اي حد. بس مين اللي كان بينافس يعني، مين اللي جاب اول وقتها؟ السويد، بطل السويد. السويد. وانت ومين كان المركز الثالث؟ الثالث كان عمان اللي كسبت. اللي انت كسبته كان اصعب ماتش بالنسبه لك كان مع مين؟ عمان اللي هو لعبت فيه على المركز الثاني. الماتش هذا كان فرق السكور كان قليل. طيب وانت يا محمد المنافسه الدوليه يعني اول منافسه دوليه ليك كانت امتى؟ بطوله العالم كانت فين؟ اللي هي بلغاريا. بلغاريا. طب عملت فيها ايه؟ اتفضل. طب احكي لي عن البطوله، يعني انت ليه مخبي ليه مخبي الحكايات والكواليس وبخيل علينا كده في الكلام؟ البطوله كانت منافستها عامله ازاي؟ الابطال اللي انت شاركت معاهم كانوا عاملين ازاي؟ هو كان البطوله كانت سهله، بس هو الاحساس اللي انت اول مره تشارك في حدث دولي وهو اكبر حدث اللي هو بطوله العالم. فكان احساس يعني ايه؟ ما كنتش قلقان يعني؟ ايوه اكيد كان في قلق وتوتر. بس كابتن اتكلم معاك قبل منها؟ قال لك ايه بقى؟ هو مدير الكابتن محمود خليل مدرب المنتخب، هو قعد يكلمني قال لي انت قوي وكده، زائد برضك مدربي في النادي اتصل بيا وقال لي لا انت قوي وهتقدر والحمد لله. طب بطوله العالم كانت اول مشاركه ليك، ولكن ممكن يبقى في ابطال تانيين يعني شاركوا قبل كده، ولا ما شفتش فيديوهات ليهم برضو ولا اتفرجت على حاجه؟ مش متابع.
ما تعرفش. الاسماء حتى اللي كانت معاك ما كنتش عارفها؟ لا ما اهتمتش. طيب الكابتن ما كان بيتكلم معاك مثلا في البطوله كان بيقول لك وانتوا بتلعبوا في الجيم نفسه اكيد بيديك برضو بعض التعليمات. كان في بقى مثلا يعني نقطه ضعف معينه مثلا الكابتن بيقراها في المنافس يقول لك كان مين اقوى منافس ليك في البطوله؟ اوكرانيا كان بطل قوي. لعبنا معاه في السيمي فاينل. ده اللي انت جبت مركز تاني. هو جاب اول؟ لا هو جاب تالت. انا كسبت الحمد لله. جاب تالت. ومين جاب اول؟ كوريا. هي التايكوندو لعبه صعبه جدا. طيب حبيبه عايزه اتكلم معاكي يعني عن قلتي لي اول مشاركه دوليه كانت بطوله في بيروت صح كده؟ طيب كلميني عن باقي البطولات اللي انت شاركتي فيها. انا شاركت في كذا بطوله. انا شاركت في الفجيره والبطوله العربيه في 2020 وشاركت فيهم برده في 2022 وشاركت في بطوله كرواتيا في 2022 برده. اكتر بطوله غاليه بالنسبه لك كانت ايه؟ يعني جامده يعني بالنسبه لك انت حاسه ان انت تعبتي قوي فيها فبتعتزي بيها يعني بطوله كرواتيا. ميداليتها بطوله كرواتيا. بطوله ايه؟ كرواتيا. حققتي فيها ايه؟ اول. ليه بقى ليه حاسه ان دي كانت اصعب بطوله بالنسبه لك؟ كان اول احتكاك ليا مع اوروبا. كل البطولات اللي بقى كانت في دبي الفجيره كده ما كانش في احتكاك جامد مع اوروبا. كرواتيا احتكيت مع اوروبا وكان كل ماتشاتي تقريبا الفرق السكور ما كانش كبير. كان الماتشات بتخلص سكور قليل جدا وكانت اول بطوله بعد ما القانون اتغير. يعني كان فيها تحديات كتيره. خدتي البطوله من عنق الزجاجه زي ما بيقولوا كده صح؟ طيب خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين فقرتنا مع ابطال التايكوندو اللي منوراني النهارده في ملاعب الابطال. ابقوا معنا. برحب بحضراتكم مره ثانيه. لسه مكملين فقرتنا الحواريه مع ابطال التايكوندو وبطلات التايكوندو اللي منوريني النهارده في ملاعب الابطال. يوسف عايزه اسالك يعني اتكلمنا قبل الفاصل عن بطوله الفجيره وقد ايه كانت المنافسه فيها قويه. ايه البطولات كمان اللي انت شاركت فيها على المستوى الدولي؟ لعبت بطوله الحسن في الاردن ولعبت بعديها بطوله مصر الدوليه بس ده ربنا ما وفقنيش فيهم. منافسات فيها كانت قويه؟ مش قوي يعني كده غلطه مني في البطولتين بس ربنا وفقني الحمد لله في بطوله العالم. في بطوله العالم اللي هي كانت اخر بطوله بالنسبه لك. طيب ايه الدروس اللي انت اتعلمتها من البطولتين اللي انت لعبت فيهم وكنت مش موفق او يمكن تكون يعني حسيت في وقت من الاوقات ان انت كنت مقصر ما عملتش اللي عليك وده اتعلمت منه في بطوله العالم وحققت فيه مركز كويس؟ اللي اتعلمته اللي هو لازم يكون التركيز يبقى كل ثانيه او التركيز كمان استجد كل نص ثانيه كمان ما تفقدش التركيز في لحظه. البطولتين اللي خسرتهم بنفس الطريقه التركيز ما ركزتش في اخر 10 ثواني الماتشين راح الجيم منك. انا كنت كسبان الماتشات كلها بس اكتر حاجه اتعلمتها انك مركز في الماتشات. نزلت بقى في بطوله العالم مغير السيستم خالص ومركز من اول ثانيه. انا كنت بكسب كله مثلا فرق نقطه اقعد احافظ عليها مركز وكمان كنت بعوض اخر ثانيه الماتشات بس. انت بتقولي حتى نص ثانيه يعني التركيز ما يروحش منك نص ثانيه. قد ايه التركيز يا محمد بيفرق مع اللاعب التايكوندو في ماتشاته؟ كتير. لو مثلا التركيز راح ثانيه الماتش خلاص الجيم بيروح منك خلاص. ممكن تبقى انت اعلى مستوى فني ولكن مجرد ما التركيز بيروح بيضيع منك الجيم. هو التركيز بيبقى شايل الماتش ساعات فلو انت التركيز راح فالماتش خلاص. هل الكابتن بيلعب يعني بيشتغل معاكوا على كده؟ يعني هل بيتكلم معاكوا ان انت طول الوقت على المنتل يعني بعيدا عن الفنيات خلي بالك انت لازم تبقى مركز طول الوقت خلي بالك هو سلبياته كذا خلي بالك عنده حركات معينه كذا يعني طول الوقت؟ ما هو بيقول لك دايما التكرار بيعلم الشطار. وانتوا ما شاء الله عليكم شاطرين جدا بره الهواء يعني في الفاصل حكولي حكايات على الهواء. طيب قول لي على البطولات اللي انت شاركت فيها يعني بطولات دوليه زي بطوله العالم اللي انت قلت لي كانت فيها منافسه قويه. ايه البطولات كمان اللي شاركت فيها؟ لا هو ما حصلش قبل كده منافسه دوليه غير بطوله العالم. يعني هي كانت اول بطوله ليك وحققت فيها الحمد لله. حققت فيها الحمد لله. البدايه دايما لما بتكون قويه بتحط عليك يعني مسؤوليه ان انت مش هينفع تنزل اقل من كده يعني البطولات اللي جايه لا الجماهير متابعاك كاتحاد بيبقى حاطط عليك امل انك تبقى افضل لكن ما تنزلش. قد ايه حسيت بالمسؤوليه بعد تحقيقك للفضيه حققت فضيه في بطوله العالم بعد تحقيق الفضيه في بطوله العالم؟ يعني
حسيت اليوم اللي لعبت فيه زمايلي كلهم كانوا خسرانين، فانا كنت اصلا كنت حاسس بيأس كبير. اه انت قبل ما تلعب اصلا الماتش كنت زعلان؟ لا كان معايا 3 أو 4 زمايلي فخسروا كله يعني وصلوا للربع النهائي وخسروا، فانا كنت حاسس بيأس كبير. فكابتن قعد يكلمني بقى اللي هو احنا املنا كلنا عليك دلوقتي. اه يعني غير ضغط الكابتن واصحابي يعني هم كانوا بيعيطوا كانوا بيشجعوا كان ضغط كبير. فالحمد لله فوزك فرحهم اكيد اكيد. بعد البطوله حاسس ان انت بقى عليك مسؤوليه اكبر؟ اه انا حاسس ان انا لازم احافظ عشان افضل في نفس المستوى واكتر، فما ينفعش انزل تحت تاني ان شاء الله. حبيبه ريحتك كتير، انا حاسه انك نمتي شويه. طيب قولي لي حبيبه، يعني احنا ابطال في الاولمبيات، والاولمبيات اي بطل في الدنيا اقوى ميداليه بالنسبه له بتبقى الاولمبيات، بتبقى ميداليه غاليه جدا. بتحلمي بالاولمبيات؟ اه طبعا بحلم اي حد. بالنسبه لي الاولمبيات حلم كبير جدا وان شاء الله احقق في حاجه. شايفه ان انت قريبه، يعني احنا عندنا هدايا ما شاء الله يعني في البنات في التايكوندو سيف عيسى كمان. شفتي انجاز هدايا ازاي؟ بالنسبه لي انجاز هدايا كان كبير بالنسبه لي، لان انا شخصيا بحب هدايا جدا. فالماتش اللي اتفرجت عليه لما خسرت كنت متضايقه جدا، ولما كسبت الميداليه البرونزيه كنت مبسوطه جدا ليها، وكنت مبسوطه ان مصر حققت. كنت مبسوطه جدا فوز هدايا وفوز سيف. ده في طوكيو. طيب انت شفتي ازاي ان تبقى في بطل؟ انت عارفه ان صعب جدا انك تجيب ميداليه، لما تحافظ بقى عليها للدوره الثانيه على التوالي ده بيبقى صعب جدا، بيبقى انجاز كبير. هدايا محققه في ريو جانيرو وفي طوكيو، شفتي المحافظه على المستوى وان هي تنافس، ومع ممكن يكون ميزان اختلف، ممكن يكون سن اختلف ما بين الدوره دي وما بين الدوره دي، شفتي الانجاز ده ازاي؟ هو طبعا مجهود كبير جدا ان هي تحافظ على المجهود بتاعها اللي هي بتشتغله في التمرين، وان هي تقعد تتمرن بعد ما هي يعني بعد البرونزيه اللي عملتها في طوكيو هي بقت اوريدي بطله. فمش محتاجه ان هي تدخل بطوله ثانيه، ان هي استمرت وحققت بطوله ثانيه ده انجاز كبير جدا. اتمرنتي مع هدايا قبل كده؟ ما اتمرنتش معاها شخصيا، بس شفتها وهي بتتمرن في صربيا. تابعتي التمرينات. طيب وانت يا يوسف، يعني برضو ميدالية سيف عيسى في طوكيو الاخيره شفتها ازاي؟ واكيد حلم زي ما قلت لحبيبه. اكيد اي لاعب نفسه يجيب ميداليه في الاولمبياد. بس برضو طبعا سيف عيسى عمل انجاز، ان دي تقريبا كانت اول ميداليه اولمبياد من فتره طويله قوي، من بعد تامر صلاح لما جاب اولمبياد في التايكوندو للولاد. الولاد. بس فهو طبعا هو جامد الا في دي حاجه طبعا حلوه قوي ولازم طبعا نحافظ عليها. شفت ان انت بقى لما يبقى عندنا على مستوى الشباب والبنات محافظين او محققين، ان انت اكيد ده حلم ليك، شايف ان احنا قريبين ان احنا الاجيال الجايه. مفيش حاجه بعيده طالما هي جوايا وبحلم بيها وهعملها. يعني ان شاء الله هعملها. بس كل لاعب ليه وقته ربنا يوفقه فيه مش اكتر. شفت امكانيات سيف عيسى ازاي؟ هل يعني سيف اتمرنت معاه برضو قبل كده ولا ما اتمرنتش؟ ما بتشوفهمش في التمرين؟ ليهم تمرين لوحدهم، هم سن اكبر يعني. اه ليهم تمرين مواعيد. وانت يا محمد شفت تحقيقنا للميداليتين في الاولمبيات ازاي؟ يعني هو انجاز كبير لمصر وانجاز كبير للتايكوندو في العالم، يعني ميداليتين برونزيتين في الاولمبيات يعني حاجه كبيره. لما الاتحاد بيبقى بيشتغل على بطوله غير لما يكون بيشتغل على اولمبياد، يعني ممكن يكون انتوا وانتوا قاعدين معايا دلوقتي هم بيهيئوا ناس من الصغيرين دول، لان باريس مثلا او ما بعد باريس ممكن يكونوا بيهيئوا من دلوقتي ابطال لاولمبياد جايه. بتحلم بميداليه اولمبيه؟ اه اكيد طبعا، ان شاء الله ذهب باذن الله. ذهب ان شاء الله، يعني الذهب هيكون من نصيبك ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يديك اللي بتحلم بيه. حبيبه قولي لي، مين مثلك الاعلى في التايكوندو؟ في التايكوندو جوه مصر هدايا ملاك طبعا، بره مصر انا بحب جدا اتفرج على ادريانا ولورين هما بيلعبوا. ايه اكتر حاجه بتعجبك في طريقه لعبهم؟ بيعجبني الستايل اللعب وقد ايه هما مش خايفين من حد، هما جريئين جدا. بالظبط، بيدخلوا في اي حد، ما عندهمش اي مشكله مهما كان اللي قدامهم هو مين. عارفه ان الثقه اوقات بتبقى سلاح ذو حدين؟ يعني هي شعره ما بين الثقه والغرور. ان انت يبقى عندك ثقه في امكانياتك، شعره صغيره جدا تتحول لغرور، تلاقي نفسك انك بتبعد عن المنافسه تماما. طبعا، يعني ممكن زي ما محمد ويوسف قالوا انك تفقد جزء من تركيزك، عارفه ممكن ده يبقى شعور بثقه زياده. تتغير، تلاقي الجيم راح. بتقلقي من دي؟ طبعا.
بقى لان انا احس ان انا احسن من اي حد او ان انا ما ينفعش اخسر كده، بقلق من ان انا احس بالاحساس ده فاخسر، يعني ما اعرفش اعمل كل حاجه عندي. شايفه ان احنا عندنا جيل لسه واعد ان ممكن ان شاء الله يعني من الاسماء الموجوده بعد طوكيو، سمعنا ان هدايا قالت لا هعتزل وهبعد وطبعا اتجوزت وبعدت شويه، بعد كده قال لك لا هي موجوده مش موجوده. شايفه ان لا في بنات جايين وفي بطولات وفي منافسه على اولمبياد ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. الفريق الكبير اللي عندنا فريق قوي جدا، وان شاء الله نحقق حاجه كبيره في الاولمبياد اللي جايه. نفسك تحقق ايه يا يوسف؟ اولمبياد طبعا، ده الحلم الاكبر بالنسبه لك ان شاء الله. في بطولات داخل فيها قريب نفسك تحقق فيها حاجه كويسه؟ قريب لسه ما نعرفش البطولات اللي هنلعبها، يعني هنعرف قبليها على طول. بس لو مثلا كان اعرف هلعب ايه السنه دي، لا دي ما حدش فينا بيعرف. في مصر الدوليه هتشاركوا فيها قريب ان شاء الله. نفسك تحقق يعني تحقق فيها ايه ونفسك حلمك ايه تحققه؟ يعني هو حلمي اولمبياد برضو ان شاء الله، وان شاء الله لو لما نلعب مصر الدوليه دهب، عشان ما ينفعش حاجه غير ده. وانت يا حبيبه؟ ان شاء الله برضو اولمبيات، وان شاء الله احقق في مصر الدوليه دهب ان شاء الله. برضو هيكون ليكي مشاركه ان شاء الله في مصر الدوليه. ان شاء الله ان شاء الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه، وان شاء الله يعني يكون لينا لقاء قريب بميداليات جديدة وبطموح أكبر، وفي يوم من الأيام تحققوا الأولمبياد اللي أنتوا بتحلموا بيها. وخليكوا دايما فاكرين أن لما الواحد بيشتغل وبيتعب وبيخلص ربنا دايما بيديله، يعني على يقين مهما تعرضتوا لأزمات وصعوبات لا هيتحقق بس بوقت إن شاء الله. يوسف أنا بشكرك، شرفتني ونورتني. شكرك يا محمد، شرفتني ونورتني. ميرسي ليك يا حبيبه، شرفتيني ونورتيني. النهارده كان ضيوفي ابطال وبطلات التايكوندو الواعدين باذن الله. انا شايفه في كلامهم امل وطموح، وشكلهم بيتعبوا وبيحققوا جزء من احلامهم، ولكن الحلم الاكبر اكيد ليهم الاولمبيات، والحلم الاكبر لينا اولمبيات ان شاء الله وميداليه اولمبيه. كل التوفيق ليهم ان شاء الله فيما هو قادم. مشاهدينا وصلنا كده لختام حلقتنا النهارده، بشكركم على المتابعه، الى اللقاء.